السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة، كل عام وحضراتكم بخير، مبارك عليكم الشهر الكريم. هنشرح إن شاء الله فكرة الموديل ده النهاردة معمول إزاي. تعالوا كده نشوف الخطوات. أول حاجة لازم يكون معايا بطرون ورق، أعمله الأول للفستان أو للعباية على أساس أقسم الأجزاء الملونة اللي فيها ونعمل الاتساعات اللي فيها. تعالوا نشوف كده هنعمل ايه. عندي كده بطرون امام وده خلف، احطهم الاثنين على بعض كده وهنبدأ نرسم الاشكال الملونة اللي في العباية. هنشوف عندنا من نص الكتف كده لغاية بعد خط البوست. الاول هقسمها لكم كده، يعني لو انا عندي هنا خط الصدر وهنا خط الوسط وهنا خط الارداف، تمام كده. فهنيجي كده هنفرد من نص الكتف كده لغاية خط الارداف تقريبا، لغاية خط الارداف. هيجي كده هحدد اهو نقطة اهي من هنا كده يا جماعة اهي، وهبدأ اسطرها بالمسطرة، بس هي واخدة ميل شوية. يعني انا لو جيت سطرتها كده بالمسطرة هتاخد خط مستقيم، تمام. هتاخد خط مستقيم. انا عايزة اعملها بميل شوية كده، بميل شوية من المنطقة دي، يعني في الجزء ده هدخل حوالي سنتي كده وهعمل الدوران الخفيف ده. ده كده الجزء المنقط اللي فوق. طيب رسم الجزء التاني اللي من تحت هنعمل ايه. من عند خط الارداف شايفين الجزء ده نص العباية، الجزء ده كده النص بتاع العباية، في منطقة النص ما بين الجنب والنص اهو هحدد، وبرضو هاخدها بشكل دائري كده. الاجزاء دي هتتقص ورا وقدام، بس الاول هعمل تشريحات فيها كده على اساس تديني شكل افازي كويس، تمام. هنعمل في الجزء ده قبل ما نقص هعمل تشريحات بقى في الورق اللي انا عاملاه ده. خط الصدر مانيش عايزة اعمل فيه اتساعات خالص، عايزاه يبقى مظبوط. يبقى هنيجي كده من تحت خط الصدر، من تحت خط الصدر وهتعملي خط مايل كده وتنزلي بخط مستقيم لتحت. خط مايل تاني اهو وهعمل خط مستقيم برضو لتحت. ياريتني كنت عملتهم بلون تاني، هعملهم بلون تاني برضو عشان يبان دي خطوط التشريحات. تمام. من نفس المنطقة في الناحية التانية هعمل نفس الحكاية. خلاص اهو كان ممكن يعني اقص دول بعد كده مرة واحدة وانا مطبقة الورقة، بس عشان اوريكم الشكل بس. دي كده اللي هي الخطوط اللي لونها فوشيا، دي اللي هشرحها. طيب هعمل ايه قبل ما اقص؟ هكتب كده امام وخلف عشان ما نتلخبطش. ده الجزء ده المنقط، تمام، ومقابل ليه من ورا خلف، وده الجزء ده امام ومقابل ليه من ورا خلف عشان هيتقصوا مع بعض. طيب هعمل ايه بعد كده؟ حاجة كده هروح قصة الجزء ده من فوق ومن تحت، يعني للامام وللخلف، وهعمل الاتساعات دي فيه. Thank you.
تمام، عشان عايزاه يبقى مفتوح كده عشان يديني شكل الكلوشة من تحت كأنها كلوش. خلاص. طيب هنيجي بقى بعد كده برضو هنقص دي، وهخليها دلوقتي وهبدأ أقص هنا. ممكن دي بقى كده عشان نظبط القصات بتاعتنا نقصهم مع بعض، يعني هطبقها كده وهقصهم عشان يبقى فيه تجانس في الشكل. القرب الاخر وهنقط. هيبقى بالشكل ده. هنيجي للجزء ده كده يا جماعة، بس ايه، هقصهم خالص وهرقمهم. تمام، عشان ده هتبقى بعد كده يعني هوسع من هنا، لو من هنا 5 سنتي هيبقى على بعد 5 سنتي الاتنين، هشبكهم في بعض يبقى بالشكل ده. دول طبعا هيتقصوا من الجزء المنقط، الجزء ده كده، وهنا برضو دول هفصلهم خالص برضو عشان اشبكهم في الشقوق اللي فوق. هتبان اكتر بقى لما نحطها ونقصها على حاجة، على قماش مثلا او على الورق الملون اللي انا بفصل عليه، هنشوفها دلوقتي. هنجيب القماش ونقص القطعتين اللي فوق، يا اما ان انت عشان ما تتلخبطيش تطبقي القماش كده طبقتين بس كده، هتهدري شوية في القماش بس هتضمن ان القطعتين يطلعوا مظبوطين، وهتحطي كده او نعملها على الظهر الاول، نجيب الظهر احسن ونقص عليه، وبعد كده نبقى نعمل حرد امامية للرقبة. خلاص. او هتيجي تفردي القماشة عشان توفري في القص، يعني شايفين الشكل كده يا جماعة، ان انا هقص بقى كده 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 واعمل اتساعات هنا. الاتساعات هنا ممكن اسيب بين كل واحدة والتانية 5 سنتي. خلاص، من هنا لهنا 5 ومن الناحية التانية 5 سنتي. لو انت بقى يعني هتبقي دقيقة شوية في القص وتاخدي بالك، يبقى هجيب ده، خلي بالكوا كده عشان ده ممكن يلخبطكم، هحط كده وهعمل بدبابيس بحيث اظبط المسافة تبقى 5 سنتي فرق ما بينهم. نجيب دبابيس كده وندبسها، عايزه اقول لكم على حاجه، حاولي تظبطي اتجاه النسيج بتاع القماش تمام كده. هجيب الخلف ده، والخلف ده لازم يبقى كده عكسه، يعني شوفوا انا كده قلبته على ظهر الورقه ازاي، بحيث حردة الباط دي تبقى جاية في مقابلة لحردة الباط اللي فوق دي عشان ما تتلخبطيش. تمام، يعني ما ينفعش اعملها كده 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 هتطلع معكوسة. خلاص، يبقى هعملها كده بحيث حردة الباط تيجي مقابلة لحردة الباط كده، بوفر في القص. برضو هنظبط المسافة 5 سنتي ما بين كل شق والتاني كده. هبدأ أقص بقى، بسم الله. هتسيبي زيادة طبعا للخياطة.
ده جزء اتقص وهقص الجزء التاني زيه. قصيتهم ازاي كده يا جماعة؟ خلف خلاف، عشان لما احطهم على بعض كده يبقوا كده مظبوطين امامي وخلفي. تمام كده، ده كده بالنسبة للجزء اللي فوق اللي هو المنقط. تعالوا نشوف الجزء اللي تحت هنقصه ازاي. هنجيب بقى الموديل اللي بقى كده يا جماعة ونحاول نقصه. شايفين كده انا هاخد القماش بتاعي قد ايه من عند الكتف لغاية ديل العباية او الفستان مرتين. شايفين كده، والعرض كده 150. خلاص هنبدأ نوسع التشريحات بتاعتنا. برضو من هنا ممكن اسيب 5 سنتي في الجزء ده كده. اهي كانت الاول كده عشان ما تتلخبطوش وتشوفوها، اهي كانت كده. وهنا الجزء اللي احنا قصناه اللي كان لونه اللي احنا عملناه باللون الاخضر كان كده، لما ارسمه لكم كان كده. تمام، احنا قصينا الجزء ده. هنيجي نعمل ايه كده يا جماعة؟ هنروح جايين بقى فاتحين الورق ده كده، زي ما قلت هسيب من هنا حوالي 5 سنتي الجزء ده من هنا لان لسه هيتسع من تحت. هفتح دي برضو كده بحيث يبقى الفرق بينها وبين اللي جنبها من تحت من هنا 10 سنتي. هقفلها هحط عليها دبوس قصدي كده. تمام، وهنيجي بقى هنا، دي كانت كده. شايفين كده، طبعا احنا شقينا في اللي فوق اللي هو ده، كنا سايبين من هنا 5 سنتي، يبقى هوسع دي كده 5 سنتي من هنا اهو عشان تشبك في القدرة. تمام، يبقى هبعد من هنا 5 سنتي من هنا، لكن من تحت هوسع 10 سنتي. تمام، واعملها كده ايه بدبوس. واللي جنبها دي برضو نفس الحكاية، هوسع من هنا لهنا 5 ومن تحت من هنا 10. هيبقى بالشكل ده كده يا جماعة. هظبط بقى المسافة من تحت 10 سنتي، يعني انا شوفوا الواحد انش بالنسبة لي عاملاه 10 سنتي اهو بالظبط كده. وهنقفل الخط ده كده، وهنيجي برضو هنا كل المسافة اظبطها. وهنبدأ نقص، هنشيل دي بقى كده خلاص، وهنبدأ نقص مع زيادة الخياطة. بسم الله، هو الموديل مليان شوية بس يعني جميل، يعني اتعودوا تعملوا اي حاجة كل حاجة يا جماعة، يعني ما تعملوش حاجة واحدة وتقفوا عليها، لازم تتعلموا وتجربوا. بسم الله، خلاص كده شايفين الشكل بتاعنا اهو. باقي الجزء ده، الجزء ده اهو اللي هنقصه برضو ونعمله اتساع. شايفين المفروض بداية الاتساع بتاعته اهي، يبقى بينهم حوالي هنا 5 ومن تحت من هنا 10. شايفين الشكل كده اهو، ظبط اهو من هنا اهو. لازم اسيب الفرق اللي هو طلع عندي في اللون الاحمر ده من فوق، اما من تحت هيبقى 10 من هنا و10 من هنا. خلاص، هنجيب اللون الاخضر بقى اللي هقص بيه الجزء ده ونشوفه. شايفين كده، هحط الورقة بتاعتي من هنا لهنا 10 سنتي برضو، وهقفلها كده. طبقتين قماش يا جماعة، جبت طبقتين قماش من اللون الاخضر او اللون المنقط بالنسبة لك اهو، وهحطهم كده وهظبط. هحط الورق بتاعي بحيث يجي الشقة على الشقة. خلاص اهو، وهظبط كده من هنا 10 سنتي برضو. لازم المسافات تبقى مظبوطة.
هيبقى كده. من هنا 10 هيبقى جاي لغاية كده، لغاية كده اهو. وطبعا هنعمل حساب الخياطة سنتي، هحط بس ده كده عشان نقص القصة عليها بالظبط. تمام كده، بسم الله هنبدأ نقص. طبعا لازم نسيب زيادة للخياطة. ده بقى الجزء ده الامامي والخلفي، هنشيل بقى الدبابيس بتاعتنا. يا رب يكون الشرح كان واضح، اتعشى ان يكون واضح، يعني هو الموديل مليان شوية. هشيل الورق خلاص. وده هيبقى كده امامي وخلفي، طبعا هيتخيطوا في بعض كده. نظبط القص. وهنجيب اللي هو ده، نشيل برضو، نجيب الامامي احسن عشان نحطه. شايفين الشكل يا جماعة اهو؟ طبعا احنا سايبين زيادات الخياطة، لما يتخيط كله هيلم على بعضه اهو، هيدينا الشكل الجميل ده. هنبدأ بعد كده نقص الكمام بتاعته. شايفين كده قفلته ازاي؟ ده الامام وده الخلف اهو، ولازم يكونوا جايين كده من فوق بعض عشان اللون الاخضر يتقابل الخلف مع الامام، والجزء اللي فوق يتقابلوا مع بعض. تمام كده. هنقفل بعد كده الاكتاف. طبعا لازم تكوي بعد ما توصلي، لازم تكوي كويس عشان يتفردوا. هنقفل الاكتاف وبعد كده نشوف هنقص الكمام ازاي. بعد ما قفلت الاكتاف هجيب الكمام، طبقتين قماش اهم، طولهم طول الكم المطلوب. الكم هنا في الموديل مش طويل قوي، بس لو عايزه تطوليه طوليه. طبقتين اهم، والبس بتاعه اوسع من دوران الدراع باربعة او ستة سنتي، ولازم تسيب زيادة للخياطة. هنقص بطريقة سهلة جدا. خلي بالكم انا عاملة هنا خياطة اهي، هاجي هنا برضو هخيط كده. تمام كده. هنطبق القماشة بتاعتنا بتاعت الكم، الاول طبقتين وبعدين طبقتين تانيين كده، وهنحط ده كده عليهم كأنه متركب كده يا جماعة. دي طريقة سهلة جدا عشان ايه ما تتعبوش يعني كده. خلاص الناحية السليمة عند الكتف والناحية المفتوحة عند الجناب. بداية كده الخياطة بتاعت جنب الفستان هيقابلها خياطة جنب الكم اهي. تمام كده. طيب هعمل ايه كده يا جماعة؟ هروح جاية. ممكن تسيبي كده 2 سنتي من فوق من هنا، ما تقرب لهم. شو بعدين تعملي خط مستقيم من علامة الخياطة لعلامة الخياطة. تمام اهو كده، هعمل خط مستقيم اهو كده. شايفين كده طلع معايا الشكل ده. الشكل ده بقسمه من النص، كل نص فيهم كمان بقسمه من النص. هنا هنزل تحت النقطة الاخيرة دي سنتي، والنقطة اللي فوق دي بطلع فوقها سنتي، وبوصل ما بينهم. هنوصل ما بينهم ازاي؟ حتى لو بالمسطرة، لو ما بتعرفيش حتى لو بالمسطرة هتوصلي كده 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 كده. ده كده لو بالمسطرة بس، هترجعي تسيحي الخطوط دي تاني يعني تدوريها خلاص. وهننزل بقى الكم كده على وسعه ونقص، ولازم نسيب زيادة للخياطة. بسم الله. بعمل
كورد كده في النص علامة تركيب، وهنيجي كده نفتح الكمين كده نفردهم كده وهشيل حتة صغيرة من هنا حرد أمامية من تحت القوس اللي تحت ده تحتيه بالظبط، هنزل 1 سنتي كمان اهو كده، شايفين الجزء ده اللي شلته كده هيبقى بتاع الامامي. طبعا احنا انا كنت رسمين الورق بتاع الباترون المفروض كنا عاملين فيه حرد امامية للجي والكلام ده كله. هنبدأ نركب الكم وهو مفتوح كده، وعندنا حردة الرقبة يا جماعة كانت واسعة تدخل الرأس، يعني ممكن تعمليها 8 والعمق بتاعها من قدام 9. هبدأ احط الكم واحد كده وواحد كده وخيطهم مع بعض. تمام، خيطنا الكمام هنقلب كده وهنبدأ نخيط كده 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 كده، وبعدين تنضفي حردة الرقبة بالشريط بيه او بالسجاف كده. قفلت الموديل وطلع شكله جميل جدا. حطلكم فولدر تشطيبات كامل موجود في صندوق الوصف للي عايز بقى يشطب حردة الرقبة او يركب سوسة او يعمل اي تشطيبات. يا رب الشرح يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديدة. انتظروني، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.